مساء الخير عليكم يا غوالي. طبعا اليوم امبارح شرفني السيد احمد عساف من فلسطين من غزة. احمد اخوي طبعا يا جماعه، نورت وشرفت، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. كيف الجو شايفه؟ والله فهد جعان ميت جوع، بس جعان جعان وعطشان. طاير طير بده ياكل بالراحه. فهد فهد ايش يا فهد؟ ليش وجهي اصفر من الجوع؟ بعد على هذا هي الشوربه، هي جلك يا فهد الشوربه. صباح الخير يا حلوين.